السي عبدالهادي هي رساله من الجمعيات الحسنيه سمعناها اليوم تنادي بان السي عبدالهادي خصو يمشي بحاله. السؤال ديالي هو السي عبدالهادي، هل يوم السي عبدالهادي السكري سيحترم رصيده التدريبي ويقدم استقاله من الفريق الحسنيه؟ مع الاسف فريق حسنيه اكادير كيتعرض لهزيمه ثانيه نكره بطريقتي وبالاداء وبالنتيجه. السي عبدالهادي عندي واحد ثلاثه الاسئله مباشره اذا كان ممكن. السؤال الاول هو ان كنعرفوا بان في المقابلات اللي ربحتي في نهايه الذهاب كنت ربحتيها بطريقه لعيب كرواسان جدد، باعتبار ان ليزاريو كوبتي ضعف وعرفنا اليوم بشكون اللي كيلعب اريو دروا المستوى ديالو ضعيف جدا وتبين، ولارين كوش هو اللي تسبب في الهدف وكان عنده ضعف اصلا في المقابلات كيكون هجومي اكثر، وبالتالي كنت كتلعب كرواسان جدد كتاثر بهذا ما كيتسقطش في الهدف. السؤال الاول لماذا تم تغيير خطة اللعب من 3 5 2 اللي تحتي بها الماتشات وعاد ترجع 3 4 2 3 1؟ السؤال الثاني لماذا لم يتم اشراك كاتي وجونيور باعتبارهم انهم الاكثر تاثيرا في المقابلة الاخيره وادخال كل بخاش اللي كان عطى بان المستوى ديالو ضعيف واعطيه اكثر من فرصه؟ السؤال الثالث لماذا كان هناك ارتباك في كره الاحتياط ديال حسين الاكادير اليوم؟ شفنا بان تم المنادات على كاتي كاتالوندي باش يدخل الدقيقه 55 وما دخلتيش حتى الدقيقه 82، بغينا نعرفوا بالضبط لان الجمهور كيتساءل والراي العام علاش بالضبط ما دخل وتم دخول كنت بان يكون متصدر راح السي بلاد بيجو. شكرا. خطه كنعتقد انه خطه كيملي عليك تسمي عليك المقابله، يعني كيملي عليك الخصم مع الملكه الجور دي ماتش اجمالا لما نخوضوا في التفاصيل اللي هي السيستم، ان لو سيستم اللي لا لو سيستم اللي شوازي ديبوندامون ديال لادفيرسير وديال سكو تيا شنو عندك انت شنو عندك. كنعتقد اللي شاف ما حتى شي واحد ما يتجادلوش جوج على انه المقابله كانت متكافئه كاين شيء طفيف بالنسبه للخصم نظرا للمعطيات اللي عنده، نظرا للتركيبه البشريه اللي عنده، نظرا للاشياء لانه كومبار لا كومبار، انما كانت اكيليبري اكثر من هذا. فخلال الشوطين فصحنا من اشياء كثيره ولو شونجمون كي ايتي اوبيري لا سيبستيتيسيون ديال بخاش بار جونيور عطات شويه عطات دفعات الفريق شويه، وشفنا ان استرسال ديال الهجومات وكان باين بجلاء على انه حسنية كادير كانت شويه قريبه على انها هي اللي تسبق التسجيل قبل من نهضر بالكلمه. بينما كنشوفوا ان ايرور، انا ما نسخش في اللاعبين، انما هذا هذه حقيقه، هذه واقع قراءه كتشوف على انه المقابله شو لابيل لانديفيدي لي لا بور فير غاني ليكي ولا لو جروب اللي فيت بور نو با بيرد. كتشوف الكره كانت عندنا خطا فردي بدائي باش كيعطي ان كونتر وحنا اون ديزورغانيزاسيون ديال البالون كان عندنا. كنعتقد انه هذاك هو اللي بدل شويه وجاو فرص اللي سامحه اللي رجعوا في السكور اون دو تروا ريبريز ما قدرنا شيء. اذا هنا تيتبين على انه غادي نجي للسؤال ديال السي عيد المدني كذلك، لانه حتى هو في نفس المساق اللي سال ان التركيبه ديال حسن تكادير مع في عرفه كل شيء التركيبه كي قلتي انتم اللي سالكم على انها تركيبه ما نقولش ضعيفه ولكن التركيبه عندنا البوتونسيال عندنا هو اللي عندنا. دونك حتى ملي كتبغي دير دي شونجمون اللي هما كي يمكنهم يربوك ويربوك في لو سكور بعض المرات يد قصيره والعين بصيره واليد قصيره كيقولوا. دونك شفنا بانه كاين اون ديفيرونس نت ترى البوتونسيال ديال الماتش. هنا الاصابات اللي خدينا اصابات على اخطاء فرديه، انا ما كنبغيش نمسح اللاعبين انه كيف انا كنتحمل المسؤوليه كيف ما كان واخا الواحد كاع يقبل ضربه ويدخلها عليك راه انت كتحمل المسؤوليه دو اتر كوراجو. دونك خط اخطاء فرديه جعلت اننا او ليو دو ريستي في لا باريتي ولا او ليو دالي شيرشي لو بوت فيكتوريو سيتي لانفيرس كي ايتي في بار ايرور انديفيديو جو دي بيان انديفيديو
دونك هذا اللي كاين. فيما يخص اشراك لاعبين لاكاتي كي قلتي كاتي لا كاتي كاتي كما يدخل اون ميم طون مع 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 جونيور، ولكن بما انه درت قراءه على انه مازال شويه في الجهده ديال 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 قيدي انه يزيد يعطي شويه دونك جي روتاردي ان بو لو شونجمون ومنين دخل راه ما كانش خايب، انما عاود مره اخرى انا كنعاودها عاود خطا فردي ديال ديال البدائي كتعطي هذاك حنا اللي خسرنا راسنا مالغري كو لادفيرسير عندو بوتونسيال لارجومون حسن منا، انما حنا عارفين دابا باش نجيو اجمالا شنو كاين عارفين شنو عندنا. الا كنت غادي تدخل هنا بالكامل وتلعب باغ اكزومبل مع الرجاء وتلعب مع الوار وتربحوهم في الحاله فشنا حنا عارفين شنو عندنا. انا كنعاود عن الصراب يقين واللي كاين عنده شي حاجه يقولها ليا، لان انتم عارفين الصحافه متبعين ما انا كتب ما عمر درت ان اوبجيكتيف وما درتوش، ما عمر في حياتي درت ان اوبجيكتيف مع كلوب وما وصلتوش. كاين شي كلوب لا يقول لي تعاقدت معاه باش ندير باش ناخذ بطوله ما كاينش. لي باساج فاش كنجي كنجي دي باساج لي انا نكون محسود عليها. La saison dernière, la saison l'avant-dernière, le retour de l'avant-dernière pour sauver, on a sauvé. La saison dernière, sauver, j'ai sauvé. In extremis. Avec les difficultés qu'on avait. Cette saison, on a des difficultés encore plus. On a des difficultés encore plus. Où l'effectif qu'on possède, c'est un effectif plus faible que l'année passée. On a un objectif bien défini, sauver l'équipe. Et ça, c'est bien le moudre. اي مدرب كيما بغى يكون ماشي مشكل بالمدرب، مشكل التعاقب الاشياء اللي هي سنتين وثلاث سنوات اللي جايه. دونك ديو ميرسي لا سوفي لا عاود ليكيب، وخص انا كنعاودها خص جلس، لان الفرق اللي كنشوفوها بين العلم والاتفاق راه حتى شي حاجه ما كتجي من عبث. لو فوتبول سي كيلك شوز دو سيونتيفيك، الفوتبول هو مساله ديال بناء صرح قوي. فين كانت بركان هذه 8 سنين ولا 10 سنين؟ جا رجل كبير، رجل رائع، رجل عظيم، اللي هو لو بريزيدون دو لا فيدراسيون دو ماركون دو فوتبول، اللي هو كي تي ديريير ليكلوزيون دان كرون ريسون سبورتيف دو بركان. لو واك اترافي ليستوار اللي لا، لو رجا اترافي ليستوار اللي لا، لي فار اترافي ليستوار اللي لا. دونك ملي كتجي شي ثلاثة ولا شي حاجة، دونك لي زيكيب اللي باينين اللي هما كيتصارعوا على هذاك، راه ملي كتبحث ما كتلقاش شي سير. السر هو أنه les composants du club هما ils sont forts وكاين des équipes soi-disant اللي بالنسبه اللي ما عندهاش دوش ما عندهاش. كنقول وكان هذاك وكنخجل باش نقول كاين فرق ما عندهاش دوش، يعني ما نبقاوش نكونوا رزان ونكونوا كنعرفوا الواقع ونقراوا قراءه الواقع، حيت كاين شي واحد كيصفون بارفوا كتربح ماتش ولا جوج كيقول لك كنلعبوا البطوله صافي تقلبات الاشياء، لانه كتولي غير هذا ولا تكون انت داير ان اوبجيكتيف وتخسر جوج هذاك كيقول لك كنلعبوا باش نصوبيو. لا يفو تراسي لوبجيكتيف من لو ديبي، يفو فير اون اناليز سكوتشيا شنو عندك، شنو عندك في الجانب البشري والجانب المادي والاستقرار والجانب الانفراستركتور واللوجيستيك وتو كتكون وكتبدا والبناء كيتاخذ الوقت كفاءه ووقت وما تكونش خيانه. كنعرف شنو كنقول ما نرجعش على هذا الكلام لانه كلام مو غادي نقول علاش. اليوم اللعابه كنعرفوا ان السي ونفس ديكلاراسيون تقريبا اللي درتي مع ضد بركان اللي عندهم وعندهم ما نساوش حتى الحسنيه عندها اداره وعندها تاريخ وعندها هويه، دونك ما نقولوش راه بركان احسن منها بزاف، كاين شي حوايج اللي ممكن زايدين. المسألة الثانية هي التكتيك، فاش هضرتي على التكتيك سي عبد الهادي انتوما اللي شرفتوا على 11 لعاب جا لهذا الموسم وبركان حتى هي جات 10 لعابة، دونك راه ما كاينش مشكل، دونك كاين شي مشكل آخر ما عرفنا سي عبد الهادي نفس المشكل 10 اللي شفتي اللي شرفتي عليهم أنت باعتبارك أنت اللي شرفتي على التعاقدات وبركان حتى هي جات 10 لعابة. لا غلط لا غلط 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 كبير غلط كبير.
حسنية زكادير شنو ما لي ريكروتمون اللي دارت؟ واش كنقارن انا الحسنية كنعز بها الاولى هي ما كنتش انا دابا الضحية ودير بزاف الاشياء لانه لي كونديسيون فاش كنخدم فاش كنخدمو حنا اول حاجة المدرب لي زوتي ديالو شكون هما؟ هما اللاعبين واللاعبين خصهم يكونوا عندهم ان كاليبر بيان شوازي وعندهم دي دوبلور اي بوي لاعبين من بداية لانه دابا ملي كنهضرو حنا على لو كلاسمون راه دورة واحد شحال ضيعنا من مقابلة بعدا غير في الاضرابات شحال ضيعنا لعبنا 7 و8 المقابلات حنا في الاضرابات وسبعة المقابلات كلهم كنا كما كنخسروا ما كنجيبوا نقطة باردة بعض بركان فلالي جبنا نقطة معاهم بليش مشقات الانفوس دونك يعني يفو انا شنو نقول انا لا رياليتي خص واحد يشوف الحقيقة ماشي يعني انا كنقدح في النادي ديالي ولا في بيتي لا انا كنقول الحقيقة باش خص بزاف المرات الحقيقة بلاس ولكن اللي باغي يشوف ديو ميرسي كنشكر الله سبحانه وتعالى جاء انسان دابا الان هادي دابا واحد هذا جات الشركة الرياضية ديال النادي الحسن التكادير اللي لا pour instaurer une politique de grand club. Dieu merci pour le soulever de la charika ou de la charika ou de la charika, pour dire le Hassania. Et le Hassania, il y a un chemin qui est un chemin qui est un toilette. C'est un chemin qui est un chemin qui est un chemin qui est un chemin qui واش غير كنشوفو حنا لو تيتر الحسنية زكادير حسنية راه بيتنا راه عايشنا وخصني نشوفها باعتزاز ولكن ما نشوفهاش انا بالخيال اللي كنخربق دونك خص النادي خص يكون نادي عنده دونك ديو ميرسي انا كنقول على ان الناس المسؤولين الحال الحمد لله ماشي كيسيون ماشي مازال ما وصلناش للشق التكميل هذا مازال ما وصلناش ليه حنا كنهضرو على لو كلوب اسكو لو كلوب كومباراتيفمون لو كلوب اللي ما عندوش ان كلوب ان كرون كلوب لانه الا مشينا النادي الفتح الرياضي راه تحشم تخجل راه تخجل خلينا من لو بوتونسيال ليفيكتيف جوار ولا شي كنشوف النادي كي داير كيفاش دايرين لي فيستيار فين كيدربو يوميا كيفاش دايرين لي تيران كيفاش دايرين لي صال دو موسكيلات كيفاش دايرين هادي كيفاش دايرين كيفاش ملي تمشي للنادي هذا الركاز ملي تمشي للفار ملي تمشي للوداد ملي تمشي للراجا ملي تمشي للبركان ملي تمشي هذا راه باينين لي كلوب اللي كيلعبوا على الهبوط للطابلو والفرق الاخرى راه هي هذاك ولكن خاص الواحد يقول اللي هي دو افوا اون بروميير خصنا نجيبوا داك لو برومي بيون ولا هذا بور كونستروي لان ايديفيس ان فري ايديفيس ديال الحسنية تكادير لانه العام تصوب هاد الفرقه ولكن عاوتاني حيت هاد الحاجه راه هادي ثلاث سنوات ولا اربعه وحده نفس الحاله نفس الحاله الواحد ما يوقفش يقول خصنا نبداو اليوم نبداو انا راه خرجت شويه على الموضوع لانه ني اون تران دو ديفلوبي شي شوز اللي هما بعاد على المقابله لانه سي سا سي با زي كونفيرونس دو بريس C'est un point de presse du match. Voilà qui, je suis fin de la ligne, je vais dire l'hybride avec un accord à l'époque. Oui, pour le développer le chicane à l'égide, il y a un acteur qui est 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 un acteur qui est